Previously on iWish. هذه بدلة شنها بدلة قرقيعان يا هل فاشلة. أعطيناهم بعض التوجيهات، البعض تقبل، البعض صدن مو عاجبة. في عندنا احنا مقترح اللي هو شيرينج، لازم امشي لان انا قايل لك على موعد اليوم تومايم ولدي وناس جاييني من برا الكويت. ندى مو خوش اداء امس. مكانكم الحين الكشف عن محتوى الصندوق. مو بطه هذه، فرخ ديناصور. اول مره اطبخ فرخ ديناصور. كلكم رحتوا حق الهجوم يعني. اصلا ما في صوص عذرة. وين صبختي سويت مسح حق البطه كان عشان اشوف مدى طاقتها. استقلال ندى وعذرة غادروا منزل آيوش بعد الاختبار الأول، وبنهاية حلقة اليوم في ثلاثة غيرهم راح يغادرونا. بس قبل لا نبدي عندي لكم سالفة. في الحلقة اللي فاتت ظهرت منى الناصر وهي تتكلم بلهجة غير لهجتها. بعدها عدد كبير من المشاهدين شبوا عليها في تويتر وإنستغرام، فدخلت منى على حساب مدير البرنامج بالإنستغرام وعبرت عن استيائها. كان ردة هذا برنامج تلفزيون واقع وكل مشارك يتحمل نتيجة سلوكياته، ولكن مثل ما نمتلك حق العرض
راح نقدم لك حق الرد. أنا اليوم موجودة عشان أوضح لبس صار في الحلقات اللي فاتت، إن وايد ناس افتكروا إن أنا مو كويتية، افتكروا إن أنا عراقية. من طبعا شغله صارت على ضحك، هي ان كنت انا ويعني والمحاور نسولف وكذي، وقال لي سولف عراقي، قلناها على ضحك، بس وايد ناس صدقت انها صدق، حتى لدرجه ان انا لما كنت ادش بالتويتر اكلم الناس يقولون لي لا انت مو كويتيه انت عراقيه، حطوش تحكي عراقي بالتلفزيون يعني. فهذا الشيء يعني وايد حس في خاطري بصراحه، ان انا بالكويت وما احب ينقال عني كذي. وعشان كذي انا جيت اليوم عشان اوضح يعني ان انا انتمي لاسره كويتيه عريقه، احنا موجودين في الكويت اكثر من 10 اجيال، وان جدي اللي توفى بالكويت عمره تقريبا 100 سنه، هو اللي كان يسولف لنا عن ان احنا اصولنا عشائريه عراقيه، وكان يتكلم عن القبيله وعن السلاح وعن الخيل وعن الفرسان، لان احنا ننتمي لاحد القبائل الكويتيه العريقه، مو كويتيه، احد القبائل العريقه. ولما صارت السالفة هذه كانت قشمرة طبعا يعني، والناس وايد خذتها جد، أصولهم عراقية وأصولهم فارسية وأصولهم سعودية، هذه الأصول الرئيسية في الكويت. لو أصلي فارسي إيه كنت راح أتهاجم، بس لو أصلي سعودي كان الكل قال لي والنعم فيك، لأن هني بالكويت في نوع من الحزازات القبلية، يا أنت أصلك من نجد يا أنت مخوش آدمي مخوش كويتي، وايد هالكلمة تتكرر يعني. إحنا كلنا عيال الكويت، أنا كويتية وأفتخر، وما يعني يحزنني ان احد يشكك في انتمائي او حبي لوطننا وحبيبتنا كلنا الكويت. يسترداي وان ذا اليمينيت ما ندري شو نسوي. يلا يقعد تقول له مو مهم الفلوس، ابي ماما بنتي اخي. انا بشرح لكم شلون البدله، السمبلسيتي في البدله، كل ما كان سمبل كل ما صار احلى. فاحنا لما خاصه بالدراريع بهالوقت الحين يعني وانتم متحجبات، مو حلو تلبسون طويل وثقيل وجنطه هالكبرها وياكم. You can have a clutch like this. أنا عندي بدلة زرقاء، أوكي؟ ما عندي جنطة، ما لقيت بالسوق جنطة نيفي بلو حلوة تعجبني، لكن عندي قنانات بفرايتي وألوان. ألعب بالقندرة وأخلي جنطة نيوت كحلي. يعني أو ألعب بالقندرة وبالجنطة أو بوث، بس أنا ما ألبس القندرة بيضة والجنطة يعني شرق والغرب بنفسجي وأصفر بنفسجي، لا، نيوترال كولرز ألعب فيهم ما يخالف، بس ما ألعب في الألوان تحت خاصة بالشوز. إعلان الاختبار الثاني. إعلان الاختبار الثاني لفئة تصميم الأزياء. في هالاختبار ما في زيارة لسوق الأقمشة، زيارتكم راح تكون للجمعية. الاختبار الثاني لفئة تصميم الأزياء هو تصميم زي كامل مكون من مواد متوفرة فقط في الجمعية. من شنو؟ stuff that's only in the جمعية. خلال دقائق راح تتوجهون مع نوال لشراء ما يلزمكم لتنفيذ الاختبار. مدة التسوق في الجمعية 40 دقيقة. الميزانية 20 دينار. مدة تنفيذ الاختبار 10 ساعات. أنا أساساً يعني مصممة سهرة، عيني تلقط الجمال، ما أعرف أشتغل بفول وفاصوليا يعني، فالموضوع كان بالنسبة لي صدمة والله العظيم، يعني أحس كنا أحد طقني طراق. ها مستعدين؟ يلا 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 يا إيش ناطرين؟ يلا قوموا. أول تشالنج كانوا معطينا شيء نبني عليه، الحين معطيني ولا شيء نسوي شيء. يلا. بليز.
مفكر والله. 1 2 3 جو. وين فطر المسح؟ ها منى 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 ايش فيك تمشين وتدحمين بالاوادم؟ هذا تشالنج اعطيها اياه؟ سوري هذا يدفع والي هذا علامات يوم القيامة. يسوي مثل مماسح ما ادري. كاكا هلا كيف ماخذ كل شيء بهداوة بروس ما لها شغل بحد. وخلال وجودهم بالجمعية اكتشفت دينامي ان فلوسها ضاعت. ضاعوا؟ ايه شلون؟ ما ادري والله ما ادري لازم ندور ما عندي وقت. بقالي 9 دنانير 485 فلس. تعالي دينامي طاحت فلوسها. من هي؟ دينامي. دينامي؟ Okay, we're gonna give you our money since you lost your money, okay? This is all I have, huh? Thank you so much. And D3, $750. Thank you. Okay. This is 9. Well, thank you, guys. I love you so much. الحمد لله. شفت استاذ عواطف؟ شفت البنطلون والقندره؟ شنو قلت لكم انا اللي طول؟ شفتوا شلون صح؟ شفتي؟ بس عشان اوضح لكم انه صح. انه شفت شلون طلع مضبوط سو اليجنت نفس الالوان. السلام عليكم. والله انا قاعده احاتيكم. والله احنا بعد ايدنا على قلبنا واحنا نشتغل. شكلي كل قاعد اشوف. زين؟ ما قاعد اشوف. اهلا وسهلا. 10 بالضبط نفس ذيك المره. ناطرتكم 10 الا دقيقه. ها اوكي. بدلة من أدوات الجمعية؟ No thanks. بس يظل القرار حق لجنة الحكم.
هذا التشالنج غير عن اي تشالنج ممكن يمر عليكم. ندى لو تقولي لي. ما كنت ادري ان راح نعاني هالكثر، يعني ان ما كنت ادري ان كل شيء مثلا مو خام، نسيت انه يعني مو نفس الخام اللي يمسك، يعني اي شيء ينشق تعيدين تسوينه من الاول جديد. يعني شكرا نهاد. اول ما قالوا التشالنج صراحه لين وصلت الجمعيه I don't have any idea، ما كان في بالي ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. دينامي انا احب اشتغل مع شيء غريب، سو لما دخلت الجمعيه انا اول شيء فكرت ان the spice البخارات، سو بعد ثاني specialty my accessories، وانا قلت هذا لازم like مثل beads سوي شكل ما هذا، سو الحمد لله I think I did okay. يعني okay لو في وقت زياده اكيد ان شاء الله كلنا نقدر نسوي شيء احسن من هذا، بس ان شاء الله شيء حلو ان شاء الله. سارة صراحة تجربة وايد حلوة أول ما سمعت، بس بنفس الوقت كنت وايد خايفة لأن الأشياء اللي نستخدمها ما تتشكل بالطريقة اللي إحنا نبيها، بس حتى يعني ما قدرت أنام، أبي أنام لو نص ساعة، قلت يمكن أنام وأحلم إن يطلع لي موديل بالأغراض الجمعية، فسويت أشياء وإن شاء الله إن شاء الله يعني وانت بكرامة الزبالة بسرعة ينشق، يعني وايد رقيق وشي، فإن شاء الله إن شاء الله خير. منى أنا بصراحة أول ما سمعت إن تشالنج جمعية يعني طاح قلبي ويعني راسي عورني ونبضي صار سريع، وحتى كنت لابسة قلب فسختة شي قطيتها زنطني، وطول ما إحنا في الطريق حق الجمعية أنا أسوي كذي ويا ربي بالسيارة يتحجون أقول لهم بس سكتوا لا تحجوا. يعني حتى لما دشيت الجمعيه شفت لي هالضايع عشان اركض دور امه، انا شي قاضب العربانه واركض اركض واطق بالرف واتحم رف ثاني اركض بالجمعيه. ليش منى ليش؟ يعني ابي اي شيء اشوفه يصلح خيطه، ما ادري يعني انا بصراحه يعني بنت عرب يعني الاكل متعودين على السفره ناكله، متعودين نروح جمعيه نسوي نفنوف، فيعني وايد وايلد بالنسبه لي صدمه. ان شاء الله نشوف الحين الفاشن شو ونشوف الاوتفيتس وموفقين خير عشان نقدر نتناقش عقب ونقدر نحكم عليهم. شكرا.
سارة في اختيارك حق هذا التصميم أو ابتكارك لهذا التصميم عجبني أن أنت استخدمتي أكثر من مادة من المواد اللي لقيتها بالجمعية. عجبني أن أنت مستخدمة جرايد ومستخدمة ورق بلاستيك وأيضا مستخدمة الفوضى ومستخدمة اللي إحنا نسميه الكودري مال التنظيف، والألوان أحسها متناسقة جدا. أحس أنك استفدتي من الكلاس اللي أعطتكم إياه أستاذة بيبي، لأن عرفتي بدأ يتغير حسك في اختيار الألوان والتناسق فيما بينها. الفكرة حلوة، يعني أنا الحين في معاييري معاكم بالنسبة لي أنا شخصيا قاعد أشوف بينكم بين كل واحدة فيكم شنو المواد اللي استخدمتها اللي نقتها بالجمعية. يعني إذا قطعة واحدة ما سويتي شيء معناته يبتي شيء واحد وخيطتي كله منه سهل هذا، لكن الدقة في الاختيار والتنفيذ أعتقد أنت أصبتي فيه، يعني نجحتي. يعني أنا بالنسبة لي جيد. أوكي سارة، طبعاً الخياطة اللي هو الفينيشينج مال التوب بيرفكت، المقاس مو بيرفكت بس الفينيشينج بيرفكت، بس تحت طبعاً المواد مو ساعدتك تسوين فينيشينج زين، بس كان ممكن يكون أفضل. الكسرات موت التنورة أنا عندي فيها مشكلة، الطول 100% كان في شيء غلط، لو انشين بس أطول كان بيرفكت. نهاد، القصة حلوة ما أقدر أقول لك، والشغل نظيف، لكن ما تعبتي حالك في المواد المستخدمة؟ يعني خدتي نوع واحد وسويتي منه، وهذا ما أعتقد مو فن اللي إحنا نبيه. إحنا كنا نبي من كذا مادة من الجمعية تستخدمون تسوون منها القطعة، كل ما زاد طريقة حلوة كل ما صار أحلى. أول شيء الفت غلط، المقاس غلط. كان في بالي لما قلتي لي بسويه في خطوط حمر إني راح أشوفه تقريبا أحمر، ما أبي أشوفه، أنا ما بشوف بدلة بس كنا مبكرة ومقلمة، مع أنه في فن شون ركبت الفواط وشون حطيت التبكيرة فيه، بس ما عجبني التوب اللي تحت. الحزام يعني كلش 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 ما كان داعي، أنا توقعت تحطين حزام وايد أفضل، سوالي ما قمت أشوف البدلة. فبس يعني أنا أشوف الأشياء الحلوة وأقعد أشوف الفن، بس الباجي كان يبي الأكثر. شكرا. دينامي، أوكي سويت لنا شو السكيرت عبارة عن يعني مثل ما يقولون to die for تينن. أنا شفت اشتغلتي بيدك وأشجعك يعني I applaud for you. السكيرت تينن، الشغل ينن، اختيارك للليفة اللي هي اللوفة عندي إنه It's a work of art. الحزام والبهارات والسينمون والستيكس والباستا يا ليت الكاميرا تسوي زوم على البلت. بليز سوي زوم على البلت. I loved it. بس I didn't see the shoe. أبي كيوت حاطة باستا. So cute. I have nothing to say. I just want to go up. Clap. Wow, that's an honor. مي تو، يعني أنا شفت شيء بصراحة ما كنت متوقع أني أشوفه، لأن بالمرة اللي فاتت ما كان عاجبني الشغل. دينامي أنت رائعة. ندى أنت في شيء ما زال عندك الفينيشينج مو بالدرجة بالدقة المطلوبة. يعني المرة اللي فاتت أيضا كان الفينيشينج من داخل يعني ما كانت الحبكة زينة. الآن استخدامك للورق الجرايد من قدام كلنا لاحظنا أنه هو معطي اللوك الغلط، لكن أتمنى أنك ما تستعجلين، أنت عجولة. ندى، يعني أنا اللي عاجبني صراحة البيبسي كانز اللي حطتهم، This is creative. موادك مستخدمتها مثل ما قالت أستاذ عواطف وايد حلوة ومتنوعة، لكن الفينيشينج ما هو مضبوط، طريقة الجرايد الجيبونة مو محطوط مو صح، كان المفروض البدلة تكون أطول من هالطول، يعني تحت الأنكل. أنت تبين الفيفتي لوك،
ما قاعده اشوف الفيفتي لوك. اوكي انا شويه معاهم شويه ضدهم، لان انا عندي حلو، الشوز عندي رائع جدا، البس الحركه اللي سويتيها اتس بيرفكت، استخدمتي اشياء من الجمعيه صح، لكن للاسف الاذر بوينت انا امس قلتها وانا عندكم، ما كان ودي اشوف الماتيريال كامل بوجهي، لا من تشيس زباله وانت بكرامه ولا من جريده. منى انت كل مره تحطي لي بشوك، اتوقع شيء واشوف شيء ثاني للافضل. لازم شوي اخوفك. اي لازم. يعني انا اول ما قالوا بيروحون جمعيه على طول يالبالي، حتى دائما اقول حق جنان الفويل، لان ممكن تستقلينه بكذا طريقه. طلعتي اولا من بدله السهره الطويله، شيء يسحب، واذا لك ما زال عندك تبين شيء يسحب فيك، هذا لازم شيء يسحب لك حقه. الديل صج انا وياهم لو مو موجود انت عادي تكونين احلى تصميم، يعني كرييتيف ارتستيك، شلون انت لافتهم اوت كوتور على قولة استاذه بيبي. الشوز من قدام ما عجبني، بس من ورا يعقد، انا عجبني حطيت الفويل مكانه هني اتس لايك بلين تو مي. انا عندي بالنسبه لي هاللونين احلى لونين ويا بعض، وايد حلوين. اتس ارت يعني فنانه. اتمنى ان يعني تفضلوا على اساس بعد شويه نصدر الحكم فيه. I was really shocked, surprised. بس الحمد لله يحبون الشغل اللي سويت، so أنا الحين I'm shaking يعني، بس الحمد لله إن شاء الله يفوز أول واحدة. خايفة. خايفة. خايفة، هم خايفة، لأن اللي قالوه كان يعني 50-50، فما أدري. أكيد كلنا خايفين. كلنا خايفين من النتيجة. والله اللي قالوا لي إياه الصراحة ريحني. لأن مدحوا بدلتي، قالوا شغلي حلو. الشخص الأول اللي راح يحتل معانا منطقة الأمان هو دينامي. الشخص الثاني اللي راح يحتل معانا منطقة الأمان منى. الشخص الثالث اللي راح يحتل منطقة الأمان معانا سارة. ندى ونهاد انتوا الأضعف، فخلينا نشوف من اللي راح يخلينا ويروح. إذا تكلمت راح أبكي. خايفة. ما أدري. ما أدري. يعني حتى لو طلعت مثل ما قلت من قبل، يعني تجربة جديدة وجربتها وشيء حلو. نهاد، 8 سنوات قضيتيهم من مجال تصميم الأزياء، تمتلكين 3 محلات وقاعدة كبيرة من الزباين، شلون قعدتي بكرسي الأضعف مرتين؟ ما أدري يعني مو ما يعني شو أقول، ما أدري. شنو الرسالة اللي ممكن توجهين لها الزباينك اللي ممكن تقل ثقتهم فيك كمصممة بعد ما شاهدوك اليوم؟ أقول لهم I'm still أنا للحين قوية، للحين أشتغل، للحين قاعدة أبدع، للحين قاعدة أشتغل بشغلي، وزبايني تعرف خط معين عندي، أنا لي قاعدة من زبايني تعرف شغلي أنا، فبالعكس أقول لهم يعني حياكم، أنا عندي شغل هناك زيادة بعد. نهاد، من المنطق خروجك اليوم من المنافسة وبقاء ندى؟ لا أنا أفضل ندى تدخل، أنا أطلع. أشكره، أحس أن ندى أحسن مني. اعتراف. ندى، خبرتك بسيطة بمجال التصميم، إبداعك يقتصر على الرسم والابتكار واستخراج الأفكار، ولكنك تفتقدين جانب كبير من مهارات التنفيذ،
تشوفين من العدل بقائك اليوم ومغادرة نهاد؟ ما أعتقد أن أنا أقدر أقرر تقعد أو تطلع، بس بناء على اللي قالتها بكل صراحة أحس أن ما شلون أقولها بالعربي، يعني I'm hungry for it، يعني I want it more. من معايير تقييم إدارة البرنامج الثقة بالنفس والاختلاط بالمجموعة، واليوم إذا قلت ثقة بالنفس راح أقول نهاد، وإذا قلت اختلاط بالمجموعة راح أقول ندى. فبناء على شنو اليوم ممكن أختار الأضعف؟ ما أدري، بس هي مو عن قلة ثقة، بالعكس يعني الحمد لله عندي ثقة، بس بشغلي لي الحين يعني جديدة، لي الحين I didn't blossom، يعني توني كذي شوي شوي فياخذ وقت. وهل شايفة أيوش برنامج تعليمي ولا برنامج لإبراز مواهب ناضجة؟ اثنيناتهم. ندى ونهاد، في شخص منكم راح يكون ثاني مشارك يغادر فئة تصميم الأزياء من برنامج I wish. الشخص اللي راح تنطفي إضاءته هو الشخص اللي راح يغادرنا. بكيت كلهم بكوا، ف I don't know، استانست شوي لأن حسيت حتى أستاذ بيبي قاعد طالعني تقولي ندى ما أبيك تطلعين، تقولي ما أبيك تطلعين، فحدي استانست لأن بعيني شفت أحد قاعد يقول لي بعيونه طالعني تقولي صراحة ما أبيك تطلعين، فحسيت إن someone believes in me. إعلان الاختبار الثاني. اختبار فئة إدارة الأعمال الثاني يعتمد على فن الخطابة والتحدث أمام جمهور لإقناعهم بفكرة. باكر الساعة 5 العصر راح تتواجدون بقاعة محاضرات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا. كل مشارك مطلوب منه أنه يقنع الجمهور اللي راح يحضر بأن زميله في البرنامج أكفأ منه ويستحق الفوز بفئة إدارة الأعمال من برنامج I wish أكثر منه. عفواً. ويبدأ بسرد عيوب نفسه ومميزات زميله. محمد الكوهجي راح تقنع الجمهور بأن فاطمة القديري تستحق الفوز وبأنك أضعف منها. أوكي. فاطمة القديري راح تقنعين الجمهور بأن داود معرفي يستحق الفوز بأنك أضعف منه. داود معرفي راح تقنع الجمهور بأن هنادي السلمان تستحق الفوز وبأنك أضعف منها. هنادي السلمان راح تقنعين الجمهور بأن هيفاء الفزيع تستحق الفوز وبأنك أضعف منها. هيفاء الفزيع راح تقنعين الجمهور بأن محمد الكوهجي يستحق الفوز وبأنك أضعف منه. مدة المحاضرة 10 دقائق لكل مشارك. مستغرب من الاختبار، يعني جدا في وقت مناسب حسيته، في وايد أفكار وراء الاختبار اللي راح نسويه حسيته، يعني ودي أفهم إدارة البرنامج شنو تفكر من وراء الاختبار. قاعد أحس إن في أحد
ورا البرنامج قاعد يطالع من نظرة سايكولوجية أو نظرة نفسية حق كل واحد، يعني أحس قاعد يقرأ عقولنا عدل. يعني باكر راح تصير مفاجأة كبيرة، وأنا جدا 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 مستمتعة بهالتست هذا، وأحس إنه وايد يمثلني، وايد يمثل شخصيتي. وأحب يعني يمكن لاحظتوني الحين وأنا قاعدة مع المشاركين بالأوفيس، قاعد أخليهم يركزون على نفس التاسك اللي معطينهم إياه لإدارة البرنامج، وأقول انتبه. فأنا قاعدة أستخدمهم بعد في إنجاح نفسي. يعني قلت حق محمد أنت وجهته شلون راح يتكلم عني، شلون يظهرني بصورة صح، راح تدعم بعدين اللي راح أقوله أنا. سلام أهلين. عسالكم خير. مش طويل. سلام. الحمد لله. ليش الله يستر. الله يستر. سلام عليكم. سلام. شلون يومكم؟ شنو هالألوان الحلوة ما شاء الله؟ ويكند مود. بلغوكم عن باكر؟ إيه. إيه. شو رأيكم؟ وايد حبيت. جذابة. بديتي راسك. أرجوكم. كجايد لاين استخدموا الاي كونتاكت، لا تهتهون، رتبوا افكاركم. نصيحه مني، حطوا كولين كاردز، تعرفون الكروت المربعه الناشفه هذه، حطوا فيها رؤوس اقلام وجمل، لان انتم ما عندكم اللكجري اوف تايم ولا الفخامه في الوقت ان تقرش قاعد تكتب. كان في اثنين شخصين، واحد اسمه محمد وواحد اسمه عبد الله. هذول الشخصين قرروا انهم يطلعون حداق، واستلفوا طراد اسمه ستالين من صديق لهم اسمه خليل. أخذوا هذا اليوم على أن إجازة لهم، وطلعوا بسيارتهم بيروحون إلى المارينا عشان يطلعون حداق. ضحك القصة. Very interesting. سؤال استاذة صلاح، قولي لنا القصة. لا خليني فاطمة، انتيني مو انتي اللي تحديني. لا أنا جاي أعلمك. أنا جاي أعطيش تفاصيل. أرجوك تركي الشخصية اللي تتعاملين فيها برا، أنت هني جاية تتعلمين عشان تمشين في مسار. إحنا الحين أنا اليوم تاركة بيتي، تاركة إجازتي في يوم إجازة عشان أجيكم في درس في الإدارة، وناخذ منه الاي بي سي اللي ممكن تمشون فيها. انا مو جايه اسولف. لا بس لاني باخذ التفاصيل اللي نسمع. ما يخالف لان انا جايه فيها قاطعتيني. اوكي. حتى انت لما شفتي الرياكشن مالي يعني حتى اول ما دريت ابي اعرف شنو اللي في راسهم، شنو في راس الاداره بهالموضوع. بس البرنامج فظيع يعني. كل يوم قاعد اتعلم شيء جديد. قبل أنا كنت أقول رجل أعمال، لكن انصدمت في العالم أن هناك حقيقة سيدات أعمال. قبل لا يصير في رجل أعمال، ست أشخاص ما شدتني أي فكرة إلا فكرة هذا الشخص. اليوم أقدم لكم الشخص اللي أنا أعتبره المركز الأول في برنامج آي ويش، هنادي السلمان. شخصياً أعتقد أن محمد يستحق أنه ياخذ هالمكانة. راح تسألوني ليش؟ أنا عمري 31 سنة، خلال هالفترة حققت الكثير من الأهداف. في نفس هالفترة محمد عاش يبني أساسات عشان يحقق هدفه، أساسات عشان يدور على نفسه، أساسات عشان يوصل حق الشيء اللي هو يبيه. أنا احنا المشاركين في آي ويش، وإن شاء الله مثل ما تقول راح تنازل عن هالأمنية لشخص ما بذكر اسمه، بس أنا كتبت فيه كلمات عقب ما اكتشفت الشخص اللي حكمت عليه من أول يوم أو يومين راح أتكلم فيه. من هي؟ كريمة، دافئة القلب، مبدعة، حماسية، واسعة العقل، وفية، وتحب المفاخرة والغطرسة نوعا ما. في البداية هي شخصية لا تخاف،
سوري. بالرغم مع أنها تبدو شوية محبة للسيطرة، فحيوا معي زميلة والأخذ والصديقة فاطمة القديري. الاختبار يقول أني أنا أتحدث أمام الجماهير، هذا رقم واحد، واثنين القدرة على الإقناع. المبدأ الأول في القدرة على الإقناع أني أنا أقتنع بالفكرة. زين، أنا هني أمام مفارقة، مفارقة كبيرة. شلون أنا أقتنع بفكرة أهلية وأحقية زميل لي الأخ داود معرفي بالبرنامج؟ إنزين، إذا أنا مقتنعة في هذه الفكرة، أنا ليش مستمرة؟ يوم أنا من أول يوم شفت إن الأخ داود معرفي يستحق الوجود في البرنامج، وأنا مع احترامي الشديد ومع تقديري لكل زملائي اللي أجد فيهم صراحة مقومات رجل الأعمال الناجح، لكن أنا هني قدام قضية أخلاقية أقنع الناس في شغلة أنا ماني مقتنعة فيها. قناعاتي تقول إن أنا اللي أستحق. اعذروني يا إدارة البرنامج، اعذروني يا لجنة الحكم، اعذروني يا المشاركين معي، لكن ما أقدر. طبعاً ما يخفى على الجميع إن من أصعب الأمور إن الواحد يتكلم عن عيوبه، خصوصاً إذا كان عنده شوي كبرياء. من أول عيوبي العصبية، واللي تتبعها المزاجية. مو من حقي إن أنا أقارن نفسي فيها لسبب واحد، إن هي طموحها قد يتعدى طموحي. هي أنجزت، عمرها أصغر مني، هي أصغر مني. ما بي أقول إيش كثر فرق بيني وبينك يا هيفاء. يا هيفاء الفزيع، فعلا أنا معجبة في شخصيتك، وإذا قلت إن هيفاء الفزيع تستحق إنها تكون سيدة أعمال في برنامج أيوش، إي نعم هي تستحق. نبتدي التقييم وتفاصيله، نحب نسمع آراءكم عن أدائكم. نبتدي بداود. راضي عن أدائي ما عدا البارت الأخير، اللي هو كان المفروض أني أتكلم عن جانب مساوئي وعيوبي اللي سقط سهوا بالنسبة لي، وأدري هذا ممكن شيء يكلفني شيء كبير يعني في البرنامج، بس ما كنت أستقصده وهذا شيء بدر مني يعني بالخطأ يعني. شكرا هنادي. نحب نسمع منك عن تقييمك لأداء داود. أنا نفسي ما أقنعني بنفسي، يعني حسيت إنه كان عنده قدرة إنه يعطي أكثر من كذي. هيفاء تفضلي. بالنسبة لي أدائي بالبداية كان في شوي نوع من التردد والضغط، يمكن لأن عيسى لما ناداني فجأة، فتعرفين لما يصير في فجأة كذي بلوك. وغير هذا إنه نفس ما قلت لكم إنه كان بالي مو مع الصالة، بس بعدين قررت ان انا ادارك، وبصراحة يعني انا كل الكلام اللي قلته كان فيه مصداقية وطلع من القلب. شكرا. محمد، ممكن تقيم لنا اداء هيفاء؟ والله صراحة فاجأتني. نعم. واثرت فيني وايد يعني، حتى في نهاية المطاف او نهاية الكلام او اثناء الكلام تتكلم عني. نعم. دخلت في كلامها، دخل فيني واثر فيني لدرجة ان عيوني دمعت خفيف يعني. الحين اسأل محمد عن تقييمه لنفسه. ما كنت راضي، ما كنت راضي تماما، ما كنت راضي. شكرا. فاطمة، نبي نسمع عن رايك عن أداء محمد. بالنسبة رأيي لأداء محمد، حسيت في البداية شوي كان كأنه مقصوب على الكلام اللي قاعد يقوله، ما حسيت كان صادق. وشو فاطمة رايها بأدائها؟ أدائي أنا أعترف أنه بالأمس كان وايد مختلف، بس كنت يعني راضي عن نفسي لاني كنت صادقه مع نفسي. داود، نبي نسمع رايك عن تقييم فاطمه. ما لي راي، انا ما نذكر شيء من التاسك المطلوب منها يعني، لان كان مطلوب انها تتكلم عني، وما فاجاتنا ان ما تكلمت في
البرنامج المطلوب منها التاسك من البرنامج، وهذه مو من صفات رجل اعمال او سيده اعمال انه يتخلف عن قواعد الاسس، هذه مبادئ. فاذا بتقارن مبادئ في شيء وشيء ثاني ما تعتبر فيها مبادئ، فما اعتبر انها سوت الدور اللي عليها. هنادي، بالنسبه نسالك عن رضاك عن ادائك. حسيت انه في اقناع بالنسبه للجمهور اللي كان موجود بدليل تجاوبهم معاي وانتباههم، لاني كنت يعني اوزع نظراتي للقاعه، فكنت اشوف ان الاغلبيه منتبهين معاي. شكرا. هيفاء، نحب نسمع رايك عن اداء هنادي. ما قصرت وفهمت يعني اللي انا ابي، الكونسبت مال المدرسه اللي انا ابيها. هيفاء، من الناس اللي اثرتي فيني في الكلام اللي قلتيه. انا مصدقه انك انت انسانه صادقه، وينعكس في عينك وينعكس في روحك، وهذا شيء طيب. كنتي صادقه جدا في حتى طبقات صوتك وانت تتكلمين، كنتي صادقه في دمعتك لما نزلت، كنتي صادقه في، وهذه يمكن انا ابي اربطها مع سبب بشوتك في مواقف السيارات حسب ما قالوا لي، وكنت حابه منك اعرف ليش، بس خلينا نطمن عليك اول. شلون ابوي؟ الوالد تعبان؟ في كلية ما تشتغل، و كلية 20% تشتغل. الله كريم ان شاء الله. ان شاء الله الله يشافيه، بالعكس وانت يعني مصدر فخر له الحين حاليا في برنامج مثل هذا، وقاعدة تثبتين للعالم كله مو بس المقربين لك وين وصلتي وش صرتي. واحدة من الأمور اللي أتكلم عنها الدكتور بخصوص الالتزام بالوقت، أنت الأقل 6 دقائق صح ما التزمتي فيها. Which is زيادة. Which is ها؟ خلصي زيادة. لا إن شاء الله ما إحنا مبتشينها زيادة. ممتازة، ما قريتي من ورقة. حافظة سيرة الذاتية الكوهجي، سردتيها بسرد مقنع لدرجة خلتني أتعاطف معاه حتى لو أنا عندي عليه مستمسكات كثيرة. وايد كنتي مقنعة في أمور كثيرة اللي تكلمتي فيها، لكن ما ذكرتي عيوبك بالأخير. نسيت. ودي أقول شيء، اعتبروني كأم قبل لا أكون أخت ولا من لجنة حكم ولا سيدة أعمال ولا من هالكلام كله، وإن شاء الله ما تزعلين مني. أنا أولاً أحييك على رحلة طويلة قضيتيها في مرحلة تنزيل الوزن، وثم ما قلت لك حتى أقول لك بالاستراحة فعلنا نسي يكون لنا هالعزم اللي عندك. بس أمس اعذريني، إذا باكر بتصيرين بريزنتبل لما تشيلين الدراسة الجدوى مالتك وتروحين لبنوك أو تروحين لعملاء بتسكرين عقود، المظهر العام مهم. فستانك جميل وحلو ونكشته حلوة، لكن كان ضيج أكثر من اللازم وكان قصير أكثر من اللازم، لدرجة إنه صار في ديفكت حتى في الفستان نفسه، يعني الطانته طالعة أكثر من ال... فأرجوك أنا عاجبني معلش منه. الانطباع الأول يؤخذ بعد 3 ثواني، فيعني أول شيء الواحد ينتبه له هو المظهر العام.